وانت بتشتغل على ملف الاكسل بيكون في عندك مجموعة كبيرة من ورقات العمل بتتحرك فيها بالاسهم اللي موجودة قدامك دي، وطبعا ورقات العمل هنا انت بتكون مسميها بالمسميات اللي بتكون مناسبة للبيانات اللي موجودة جواها علشان تقدر ان انت تدور على ورقة العمل وتستدعي منها البيانات. طب دلوقتي ورقات العمل اللي قدامك دي لو انت عايز تجيب الاسم بتاعها بسهولة او تتنقل بيها بسهولة، مش معقول انك هتفضل تتحرك كده بالاسهم دي. الطريقة السهلة علشان تتنقل ما بين اسماء الشتات مش بيانات الشتات، ما بين اسماء ورقات العمل بتاعتك، ان انت هتقف هنا كده على السهم وتضغط بمؤشر الماوس وتختار اسم الشيت اللي انت عايز تتنقل ليه وتضغط على اوكي، هينقلك على اسم الشيت. طب ايه العمل بقى لو انت عايز مثلا تدور او تتنقل ما بين الشتات على حسب البيانات؟ يعني دلوقتي انت موجود في ورقة العمل دي لكن عايز تروح لورقة العمل اللي كان فيها رسم بياني، فهتتنقل ازاي؟ هتروح تفتح كل ورقة عمل وتدور على الورقة اللي فيها الرسم البياني، ولا في طريقة سهلة؟ الطريقة السهلة اللي انت ممكن تعملها انك هتطلع على التاب الخاص بفيو، وهتلاقي في حاجة عندك اسمها نافيجيشن. نافيجيشن دي اللي هي جزء التنقل، اضغط عليه كده هتظهر معاك نافذة بالشكل ده، وهتبتدي انها تحمل لك البيانات اللي موجودة في ورقات العمل بتاعتك كلها. اول ورقة بتظهر معاك اللي عندها العلامة الخضراء دي بتكون ورقة العمل اللي انت واقف عليها بالفعل، وهنا لو وقفت كده على الجزء اللي جواها هتلاقيه بيعمل لك سيلكت او بيحدد لك البيانات اللي موجودة جواها، وهنا تقدر ان انت تقفلها. طب دلوقتي احنا اتفقنا ان انت عايز تروح لورقة العمل اللي جواها رسم بياني، شايف مربع البحث ده؟ تقدر ان انت تكتب فيه اسم البيان اللي انت عايزه او اسم الرسم البياني اللي انت عايزه. انا هنا عملت رسم بياني لكن ما سميتوش، فانا هحط الاسم العام اللي هو شارت. مجرد ما كتبت كلمة شارت كده جاب لي اسم الشيت وقال لي ان الشيت دوت هو عبارة عن شيت 1-4 اللي هو اسمه 1-4، وجاب لي بالفعل الرسم البياني اللي موجود جواه. لو في عندك اكتر من رسم بياني هتلاقيه ظهره لك، بتختار الرسم البياني اللي انت عايزه، مجرد ما بتقف عليه بيعلم لك عليه هنا كده وبيظهره لك في ورقة العمل. والشيت ده فيه بيانات وفيه تكست بوكس وفيه شارت اللي هو الرسم البياني. فمن وانت واقف كده على اسم ورقة العمل بتاعتك هتقدر ان انت جواها تحدد البيانات اللي انت عايزها، سواء كانت داتا او كانت نص او كانت رسم بياني، وتقدر ان انت تعمل كليك يمين بالماوس وتغير الاسم او تمسح البيان بتاعك اصلا او تعمل له عملية اخفاء. طب مش كل الناس هيظهر معاها التبويبة الخاصة بنافيجيشن او الجزء الخاص بالتنقل. لو مش موجود هتيجي تقف كده في اي مكان فاضي وتضغط على كليك يمين وتروح على حاجة اسمها تخصيص الشريط اللي هو الكاستمايز ريبون. هتظهر معاك الويندو بالشكل ده، هتفتح السهم هنا وتختار كل الاوامر وتبتدي ان انت تدور على جزء التنقل او النافيجيشن. هنا كده ظهر معاك التبويبة الخاصة بنافيجيشن، علشان تضيفها هتضغط هنا كده على كلمة نيو جروب او مجموعة جديدة، وبعدين هتضغط على اد، وطبعا هتكون معلم على كلمة النافيجيشن. بعد كده بتضغط على اوكي، بتلاحظ انها ظهرت معاك هنا وتقدر ان انت تضغط عليها وتتنقل ما بين بيانات الشيت بتاعك بمنتهى السهولة. ياريت تدعم الفيديو بلايك لو عجبك، وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. اشوفكم في فيديو جديد.